بسم الله. سوق مريعة مع الصديق ديالنا بائع الحمام، الله يبارك، هو عرفنا بالفاصيلة ديالهم. هادو مخلطين الأنشا والذكر، الأنشا الخوتية هادي اللي ملونة، والذكر هو اللي فيه الأبيض. الثمن ديالهم خويا 400 درهم. تبارك الله تبارك الله. كما كتشاهدوا معنا الخوت حميمات زوينين تبارك الله. هذه خويا الفصيلة ديالهم خينيس تبارك الله تبارك الله. الثمن خويا 300 درهم. الله يبارك الاخ ديالنا اللي بغى شي حاجه للخوت، راه الصديق ممكن تشرفنا بالاسم ديالك. اللي بغى شي حاجه عند سيدي يوسف هنا، راه مشهور في سوق القريعه. ها هو حدا النخلات الخوت، ها النخلات هو راه حداهم، راه ديما هنا سبشو حد الخوت. اللي بغى شي حاجه عند اخي يوسف هنايا، هاد الانشا اون اوريونتال، هاد الانشا اوريونتال. ثمن اخويا يوسف 200 درهم. هاد الانشا اوريونتال خويا يوسف شحال الثمن؟ 200 درهم. اللي بغى شي حاجه عند اخي يوسف هنا مرحبا، الله يسر ليه يا رب. تبارك الله اللهم بارك وزيد في ذلك. الله يسر الاخ ديالنا، راه كيجمع الخوت، راه جيت معطل وخلاني مسكين كي غندير واحد الفيديو قال لي صور.